معرض للفنانين سعود العبد الله وبشرى مصطفى ويلي تضمن 20 لوحه تحت عنوان امكانيات ويلي بيحكي عن الرمل و20 منحوته برونزيه تحت عنوان بقعه من الذاكره ويلي بتشكل اعمال بتبحث عن الامل. كل التفاصيل بهالتقرير. أقيم بجالوري ارت اون 56 جميزه معرض للفنانين سعود عبد الله وبشرى مصطفى يلي تضمن مجموعه من اللوحات والمنحوتات. لوحات استعمل فيها الفنان سعود الرمل الطبيعي من دون اي طلاء، وعدد من المنحوتات والقطع البرونزيه للفنانه بشرى يلي بتبحث عن امل. هو معرضي الفردي الأول بصالة آرت 156 تحت تسمية سبوت إن ميموري، بقعة في الذاكرة. طبعا هاي التسمية إجت من بيئة هي اللي بتفرضها، البيئة الريفية، الفضاء الريفي هو اللي بيفرضها، الأشكال، وجود الأشكال، العناصر، فأي شكل بتشوفه هو عبارة عن بقعة بضمن هذا الفراغ، فراغ الريف. فإجت يعني بيمنحني هذا الفراغ، بيفرض علي هاي البقعة، فبتتركز بذاكرتي أكثر من ما بتشوفها بالمدينة. في المدينة بتتعدد البقعة كثير، الأشكال بتتعدد، يعني بتكتر بتتكاثر لحتى تصير بقعة واحدة وبيتشتت الإنسان بالنظر، يعني بنظره. فبهاي الحالة الريف دائما بيفرض علي هاي البقعة، هذا الشكل، إذا كان إنسان ولا كائن ثاني، إذا كان قطة مثلا أو كلب أو أي مكون ثاني، أي واحد من الكائنات الثانية. هلا أنا عارضة نحت بالإضافة لشوية سكتشز معهم. النحت عاملي موضوع معين عن الاحتمالات، اللي هو حتى عنصر أساسي فيه هو الجوكر، اللي هو ممكن يكون ورقة الحظ أو ورقة المفاجأة أو ورقة الاحتمال اللي ما بنعرف شو هو. وحطيت حالات إنسانية معهم، يعني هيك حالات كل العمل ممكن يحكي عن شيء ما بعرف. يعني أنا بشتغل تعبيري واقعي، وبشتغل وبركز كثير على الإنسان كعنصر أساسي بالشغل. حياتنا كلياتها، أنا بالنسبة لإلي هي كلياتها مبنية على الاحتمالات، مبنية على إنه في شيء ما بتعرفه، مرتبط بالزمن، مرتبط باللحظة، مرتبط بالاختيار. يعني أنا هلا قبل شوي غير هلا بعد شوي، ففيها شيء هيك فلسفي شوي، هيك فيها فزلكات شوي أدبية. ما أنا ما كثير بجوز هي ما أنا اختصاصي، بس أنا بطبيعتي بحب هيك أشياء. بس حسيت هيك انه اقرب شيء ممكن بسطها هو انه انا اشتغل اشخاصي اللي انا بشتغلهم من قبل، واللي هي حالات موجوده من قبل، وهي انا باخذها من الواقع. وحبيت انه اضيف لها شيء، عنصر ثاني، انه ممكن هو الجوكر، اكيد الجوكر او النرد او اي شيء اللي هو بيعبر عن فكره الاحتمالات.